كابتن بركات، هو طبيعي ان مدرب يعمل تغييراته في الدقيقه 82 في ماتش نهائي افريقيا؟ ما انا برضه انا عايز افهم برضه الامام، ما هم كان بيعملها في الدقيقه 65 كانت تداس برضه. ايه المشكله يعني؟ انا عايز اعرف ايه المشكله. ايه يا جوده الحاله؟ انت راجل مدرب. ايه المشكله؟ الحاله البدنيه عند لعيبه الاهلي في نص الملعب قلت بشكل كبير جدا. وهو يعني حمدي لما بيلعب ال 90 دقيقه ما بيغيرش تغيير وبيلعب باللي بيبدا. لا يعني انا بتكلم ان الشرط يا جدع، ما تقوليش اصل ده امكانيات. ايه اللي غير في فرقه الوداد؟ اذن ما فيهاش مشكله. ايه اللي غير اخر ربع ساعه فرقه الوداد؟ علشان الراجل ابتدى يزود في الحته اللي وابتدى يغير. خلي بالك الراجل غلطان. اذن الراجل عمل تغييرات ايجابيه افادت نادي الوداد. اي الراجل لازم النادي الاهلي الكوره كان لازم يتدخل يا كابتن بركات ان يغير اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه على الاقل عشان ينشط حته الاستحواذ وينشط الناحيه الهجوميه. لكن هو الراجل عبقري او مثلا لازم نطلع كولر ده عبقري؟ لا مش عبقري. لا ثانيه واحده، لا مدرب عادي يعني بالنسبه لي عادي يا سيدي. ماشي بالنسبه لك انت عادي، بالنسبه لك عادي، احنا بالنسبه لنا عبقري. الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد. لا برضه مش مفيش مشكله يعني ما يغيرش. احنا شايفين 82 يا سيدي. احنا بص، انت مش انت راجل بتفهم كوره يا عماد؟ وانا راجل بفهم كوره. وكابتن جوده انت بتقيم يا كابتن المدرب على ايه يا كابتن بركات؟ انا بقيمه في حاجات كتير، بقيمه في نتائج اول حاجه ايه، بقيمه في تطور مستوى. نور عليك. امال مشي موسيماني ليه؟ لا اله الا الله. اللي واخد يا كابتن ثانيه واحده يا كابتن، مشيش موسيماني. موسيماني كان مجهز فايلر ده، كان موسيماني كان مجهز 11 لعيب بعد كده. كابتن بس انا بقول لك مين موسيماني؟ اقسم بالله موسيماني احسن من الراجل ده مليون مره. يا راجل حرام عليك، اقسم بالله موسيماني احسن. لا الراجل ده يا كابتن، يا كابتن بركات كل واحد بيبقى شايف ان وجهه نظره صح. انا شايف ان موسيماني وفايلر قد الراجل ده مليون مره. بس لازم نرجع لحاجه للنتائج يا كابتن. نتائج موسيماني واخد بطولتين افريقيا وصل نهائي افريقيا والجمهور زعم عليه. الراجل عنده نسبه، الراجل عنده نسبه نجاح 100% يا كابتن لغايه دلوقتي. كولر اطلع انا اقول موسيماني ما نجحش 100% ومشيتوه يا كابتن. ما خدش جمهور الاهلي والمحللين بتوع النادي اللي مشوا موسيماني يا كابتن. نسبه 100%، انت نسيت الدوري؟ انت نسبه 100% في ايه؟ وبعدين مستر موسيماني ما حدش مشاه يا كابتن. هو خرج عن تقاليد النادي الاهلي وخرج صرح للاعلام وحاجات كده يا كابتن. معلش انت مش لا ده حاجات ده حاجات انت ما تعرفهاش بقى وما تفهمهاش بقى يا كابتن. تقاليد النادي الاهلي ما ينفعش مدرب يطلع يصرح ويتكلم على اللعيبه. يعني انت شايف ان انا ما بفهمش تقاليد ومبادئ النادي الاهلي صح؟ امال الكهرباء لما شتم سيد عبد الحفيظ في في البتاع لعبوه تاني بعدها كده ليه؟ ازاي هنكمل بعدها؟ ايوه انا فاصل ومكملين مع حضراتكم في الريمونتاد.